المحلل السياسي الدكتور علي التواتي. مساء الخير دكتور علي. أبدأ معك دكتور علي، يعني المملكة مستمرة في إصلاح مؤسساتها ومن ضمنها بالتأكيد رئاسة الاستخبارات العامة، ما مدى تأثير هذه الاستراتيجية في تطوير منظومة الحكومية؟ تفضل. مساء الخير على الجميع. أهلا بك. يوم مبارك بافتتاح خادم الحرمين الشريفين لمهرجان الوحدة الوطنية، مهرجان الجنادرية. فبالنسبة لإصلاح جهاز الاستخبارات العامة، هذا الجهاز يدخل ضمن ما يعرف بالخط الأول للدفاع عن المملكة قبل القوات المسلحة، قبل استخدام القوات العسكرية، قبل استخدام الجهد الدبلوماسي. هذا الجهاز يعمل في الخارج وله امتداد في الداخل، ويسمى في الدول المتقدمة All Source Intelligence، يعني جهاز الاستخبارات المتعدد المصادر، يعني كل أجهزة الاستخبارات في البلد تصب في هذا الجهاز. فهو جهاز الحقيقة ذو طبيعة خاصة، يترجم بالإنجليزية Intelligence، شيء يتعلق بالذكاء، يعني من يعملون فيه رجال ذوي طبيعة خاصة، ذوي مبادرة من نوع خاص، ذوي قدرة على إنجاز المهام بشكل لا يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، وفي نفس الوقت يؤدي إلى خدمة الوطن وإلى تحقيق النتائج والغايات المطلوبة. هذا الجهاز يتم اختيار الناس أو من يعملون به سواء مدنيين أو عسكريين بعناية من أعلى طبقات الذكاء في المدارس وفي الكليات العسكرية وفي الجامعات، لكي لأن أعمالهم الأساسية هي تقوم على التحليل، يعني نعم. كل المعلومات التي تأتي معلومات خام ولا تتحول إلى معلومات استخبارية إلا بعد أن فحصها، تحظى بالتحليل بأيدي هؤلاء الذين يعتبروا صفوة المجتمع في القدرة على التحليل. أيضا مجالات عملهم متعددة، هناك عمل ميداني، هناك عمل استراتيجي يتعلق بالتعرف على النوايا بالنسبة للعدو وبالنسبة لمن يهددون الأمن الوطني. نعم دكتور. هذا الجهاز الحقيقة الحلول التي وضعت، وأولها من وجهة نظري الحل السريع بتفعيل لجنة التحقق هذه التي تعيد النظر في من يعمل في هذا الجهاز من حيث المبدأ. نعم. طب دكتور عذر على المقاطعة دكتور، يعني أيضا لدي سؤال مهم الدكتور، يعني أهمية استحداث الإدارات الثلاث، وهل هي الخطوة الأولى؟ إذا ما لفتنا الانتباه إلى أن كما تعرف دكتور إلى أن بيان اللجنة أكد على أن هناك حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كيف من يمكن التحرك في هذه الحلول التي تحدثت عنها البيان؟ تفعيل اللجنة والعمل على إنشاء الإدارات هذه بشكل عاجل، هذا من الحلول القصيرة والمتوسطة الأجل، لكن الحلول الهيكلية الكبيرة أو البعيدة ستكون في المدى الطويل، مؤكد هذا، لأنها تتطلب إعادة دراسة لكل المنظومة الاستخبارية في البلد، وليس الاستخبارات العامة فحسب، ولكن كافة المصادر الاستخبارية والمصادر الأمنية التي تصب معلوماتها في هذا الجهاز الخطير، الجهاز الذي يعتبر أهم أجهزة الأمن الوطني في حالة السلم وفي حالة الحرب، وجهوده في حالة السلم تفوق جهوده في حالة الحرب، لأنه يجنبنا الخسائر ولن يجنبنا نوايا العدو، ويجنبنا الكثير من العمل، يعني هو نعم. عبارة كعصا في يد الضرير، كعصا في يد الضرير، وصل الدكتور، يعرف إلى أين يتجه. الحقيقة أنا أتوقع أنه هذه بداية الإصلاح لباقي المنظومة الأمنية التي ترتبط بالاستخبارات والتي تتعامل مع الاستخبارات والتي تغذي الاستخبارات بالمعلومات التي يمكن تحليلها والوصول منها. نعم. وصل معلومات استخبارية تخدم الوطن. نعم. كلام معنا من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي